وعليكم بتسأل عن السلام. بس الشعر بالنسبة حق النساء، ايش؟ الشعر الزائد عند الحاجب، نعم، هل إذا مثلا وحفته هل تدخل بالنهي؟ وما حكم تنتبه يعني؟ أي نت ايه؟ مثلا أو حف مثلا، نعم، هل هذا يدخل بالنهي مثل الشعر الزائد؟ في سؤال ثاني يا شيخ. لا لا بس أبدا. المهم على كل حال الحواجب لا يجوز نتفها إلا إذا كانت مشوهة، لأن لدينا ثلاث حالات: إما أن تكون جميلة لدقتها وعدم اتصال بعضها ببعض، هذا ما حد يسعى، وإما أن تكون مشوهة كثيرة بمعنى أن تأخذ من الجبهة الشيء، يعني كل من رآه يتغزل منها، فهذا لا بأس أن تأخذ ما فيه التشويه، لكن بدون نتف، إما بالمزيلات الأتان التي هنا بها أو بالقص. هذا جائز، والأول ما يستعان. وإما أن تكون ما فيها تشويه لكنه لم تصل إلى حد الجمال، فهذا لا يجوز أن يغير. يعني اللي قرب يشوف ما دام ما في تشويه، لا لا ما في، يعني مسألة التشويه، ما في تشويه يبقى ما يبقى على ما هو عليه. الله يبقى.